Good day, my friends. How are you today? كيفكن أصدقائي اليوم؟ جاهزين لحلقة جديدة؟ اليوم بحلقتنا بدنا نقرأ مع بعض، بدنا نتهجى بعض الكلمات. Open your eyes well, open your ears well. خلينا هلأ نتوقف ونسمع لأغنية كتير حلوة. أنا برجع لكم بعد شوي. Love nature and all its hills. I enjoy drawing its mountains. And I love the daffodils. It makes the air I breathe so clean. And it gives us water from its streams. I wake up early to watch the sunrise. I go back home early before the beautiful sunset. وهلا أصدقائي إجا الوقت تنبلش قراءة. جاهزين؟ قبل ما نبلش قراءة انتبهوا، بدنا نتذكر مع بعض أي letters نحنا أخذناهن قبل وقلنا منقلهم vowels. Vowels هن letters يلي إلهم صوتين، يعني في يقول A letter A التقى A مثل apple short sound، في يقول A مثل play يلعب، هيدا مش short هيدا long صوت طويل A، في صوت قصير A مثل apple. في the letter A it's a vowel، the letter E، the letter I، the letter U مثل umbrella unicorn. شو عندي كمان؟ the letter O وعندي كمان the letter Y. ما تنسون هودي الأحرف إلهم لفظتين. وهلأ رح تشوفوا بقلب النص بعض الكلمات بقلبهم أوقات بلفظ الفاولز لفظة قصيرة أوقات بلفظهم لفظة طويلة. تعالوا نركز مع بعض نشوف عنوان النص لليوم. Winter Wonderland. Winter Wonderland. مثل ما تعودنا رح أقرأ النص أول مرة أنا، بعدين بعمل circles على الكلمات يلي بدنا نتهجيها بالأول. في بعض الكلمات رح نقسمهم أجزاء تنقدر نتهجيهم، وبعدين بنقرأ النص كله. جاهزين؟ Are you ready؟ يلا let's go. خلينا نبلش. رح أقرأ النص. Last Saturday Pat and Sam woke up early to get ready for a weekend in the mountains. يعني last Saturday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday يعني سبت. السبت الماضي Pat and Sam woke up early وعيوا بكير استيقظوا to get ready تيحضروا حالهم for a weekend in the mountains. ليروحوا weekend. شو يعني weekend؟ هو السبت والأحد. ويكند لما نفرس بالسبت والأحد بلبنان. In the mountains يعني بالجبل. Their cousins Jack and Jill had invited them to spend the weekend at their mountain house. مين عزمون؟ مين داعيهن؟ Their cousins يعني ولاد عمون Jack and Jill دعون حتى يجوا لعندهم بالويكند على بيتهم بالجبل. Sam was very excited. Sam كان متحمس أو لا؟ كان كتير محمس. But Pat was not. Pat ما كان كتير متحمس. I don't like winter. قال له أنا ما بحب الشتاء. ما بحب فصل الشتاء. I don't like wearing thick clothes. ما بحب ألبس تياب سميكة. بس نحنا بالشتاء نضطر نلبس تياب سميكة لأنه بيكون في سقعة. The weather الطقس بيكون cold. He said. فإذا شو قال بات؟ قال إنه هو ما بحب الشتاء وما بده يطلع، ما بحب يطلع لأنه ما بده يلبس تياب سميكة. Jack their cousin. Jack ابن عمهم had told them to put on warm clothes. وصيهن وقال لهم لازم تلبسوا تياب بتدفي. And to be ready to play outside in the snow. ويحضروا حالهم تيلعبوا بالثلج بالماونتنز.
يعني بالجبل. Pat and Sam got ready. حضروا حالهم. Pat Sam, they both put on sweaters and pants that would keep them warm. شو لبسوا؟ لبسوا كنزات وبنطلين بدفون منيح لأنه هني طالعين يلعبوا بالثلج. Okay. هيدا اللي بدنا نقرأ اليوم. أول part من النص رح أعمل circles مثل ما تعودنا. Last Saturday, woke early, ready, weekend, mountains, cousins, invited, spend, house, excited, winter, wearing, thick clothes, أو دي كلمتين, warm, ready, outside, snow, both, sweaters, pants, warm حطيناها هون. فإذا كم كلمة عنا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 كلمة. يلا بدنا نتهجيهم مع بعض على السريع. Open your eyes well and open your ears well. طلع أول كلمة ل. The letter A هون the short sound مثل apple. A last last. ما قسمت هيدي الكلمة قسمين لأنها صغيرة. ل A last last. رح أقسم هيدي الكلمة. طلعوا هي Saturday. كم قسم فيها قسمها؟ Saturday. ثلاث أقسام. Saturday. فإذا أول قسم س أ س ت تر داي ساتردي ساتردي. فيكون أصدقائي أنتوا صرتوا تعرفوها هيدي الكلمة، ما رأيت معنا كتير وبنعرف إنه نهار السبت بنقول له ساتردي. لما تشوفوها للكلمة دغري بتعرفوها. Last Saturday. هون عندي و أو walk kicking k هون silent e e باخر الكلمه ما بلفظها walk هون ما بلفظها walk walk up يعني استيقظ up up هون اليو لفظتها short sound احنا قلنا عندنا اليو والاو اي 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 Y vowels عندهم short sound وعندهم long sound. Short sound مثل هون A. ما قلت U مثل unicorn، قلت A up. منكمل هون عندي the letter E من بعده letter A، يعني عندي two vowels ورا بعض E و A. أي وحدة لازم ألفظ؟ تابعوا أصدقائي، لما يكون عندي أنا مثل هون two vowels ورا بعضهم دائما بلفظ الفاول يلي بتسبق، يعني يلي بتجي بالاول. فاذا هون عندي اي و اي، اي وحده لازم الفظ؟ بلفظ الاي. الاي ما بلفظها لانه سبقتها الاي، سبقتها فاول ثانيه. فاذا الاي هون بلفظها ار لي ار لي، يعني باكرا early early باكرا. هون كمان عندي اي و اي ورا بعض، اطلعوا انتبهوا اي وحده لازم الفظ؟ مين يلي سبق بالاول؟ اي مش الاي. فاذا بلفظ الاي. اي هون شورت ساوند بلفظها مثل اج ا ر ا ر د اي دي.
ready. فإذا ready ready يعني جاهز وحاضر. هون عندي كلمة طويلة بدي أقسمها اثنين. weekend كم قسم؟ weekend قسمين. أول قسم week، ثاني قسم end. هون عندي كمان two vowels ورا بعض، اطلعوا عندي double e. لما يكونوا اثنين vowels ورا بعض قلنا نحن اللي بيسبق بنلفظه، بس هون اثنيناتهم نفس الشيء، شو بعمل؟ بلفظه لفظة واحدة. e week، بس هون لفظت مش short sound long sound. e week مش a week week week. هون تاني e ما في وراها e تاني، ما في وراها vowel، هي لحالها بلفظها short sound a a. and week end week end. بنكمل، طلعوا شو عندي بهيدي الكلمة. It's a special word، هيدي كلمة مميزة. طلعوا كيف رح ألفظها، عندي M عندي O U. نحن قلنا قبل O U هن اثنين vowels وهن ورا بعض، مين يلي سبق بالأول؟ ال O. فإذا لازم ألفظ ال O. بس لحظة، أنا قلت لكم mountains it's a special word، يعني لفظة بتختلف عن باقي الكلمات إلا لفظتها الخاصة. طلعوا هون ما رح ألفظ الـ O مع إنه هني two vowels، رح ألفظهم مع بعض O U أو. قولوا معي أو، مثل clown clown O U O W كمان لفظت أو، وفي كمان blouse O U أو. هون O U أو كلهم نفس اللفظة أو. mount mountains كيف لفظتها؟ دغري تنز. تذكروا mountains is a special word، لفظتها mountains mountains. منكمل، هون عندي ب cousins عندي كمان اويو، بس انتبهوا هالمرة رح نتبع القاعدة يلي أخذناها قبل. عندنا two vowels مش مثل mountains، هون عندي two vowels، شو لازم ألفظ بالأول؟ الفاول يلي بتسبق ال O، بلفظها short sound كمان ك ك sins cousins ك sins cousins. قولوها من وراي ك sins cousins mountains cousins. انتبهوا الفرق، هون أو لفظتها mountains mountains it's a special word، هون ك cousins. منكمل، هون رح قسم الكلمة ثلاث أجزاء. طلعوا invited invited e n in v i vi بعدين ted ted invited. وكمان invited قلنا عنا قبل ما رأيت معنا it's a special word، أول i فيها شو لفظتها؟ e short sound. تاني I لفظتها I vi invited يعني دعا. I invite you to my house، يعني أنا بدعيكم منزلي. invited. هون عندي sp a spend 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 spend. نكمل، هون عندي كمان هيدي it's a special word مثل mountains، ال O واليو رح ألفظون أو مع إنهم two vowels ورا بعض، ألفظون مع بعض أو. house silent E house. منكمل، عندي هيدي الكلمة رح أقسمها كمان أجزاء excited excited ثلاث أجزاء excited excited مع بعض، هم بلفظون excited excited I am excited. هون عندي win in win t winter winter winter
يعني فصل الشتاء. هون عندي wearing wearing ing. تتذكروا قلنا ing لما يكون عندي ing ing ring wearing. لفظتها هون للإي والأي two vowels ورا بعض. الإي سبقت لفظت الإي short sound و أ و ring و ring. الأي ما لفظتها صارت silent لأنه سبقت الإي vowel تاني. هون عندي ث ث thick thick. فإذا ث إي ك thick. هون كلو كلو ز clothes. انتبهوا هون لفظتها ث هون لفظتها ذ. هون thick هون clothes clothes. عدوى من وراي ث thick clothes مش clothes في ز صغيرة clothes. excellent. منكمل هون عندي و a it's a special word. هون a الفظة أو warm 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 clothes. هون كمان عندي اثنين vowels ورا بعض. مين اللي سبق؟ الإي بالفظ الإي short sound. ready ready ready. هيدي عندي كلمة كبيرة هون بدي أقسمها قسمين. outside زقفوا معي outside. كمان هيدي الكلمة الأو واليو شو لفظتون؟ أو أوت سايد سايلنت إي. أوت سايد سايلنت إي. هون عندي سن سنو سنو. منكمل به أو بوث بوث. هون عندي اثنين vowels. أيها اللي سبقت الإي بلفظها short sound. sweaters sweaters sweaters. بقى pan pants pants. فإذا sweaters pants. هودي هن الكلمات. تذكروا قلنا be mountains be outside be house. الأو واليو كيف لفظتها؟ أو mountains house outside. بينما بcousins غير لفظتها لفظتها أ ك cousins. وأخذنا كمان إنه الفاولز ما تنسوا لما يكونوا اثنين فاولز حد بعض اللي بيسبق بالأول هو بنلفظه. يعني إذا عندي إي وإي والإي سبقت بلفظها short sound مثل egg أ. خلينا نقرأ النص هلأ عالسريع مع بعض من بعد ما تهجينا الكلمات. winter wonderland. last Saturday Pat and Sam woke up early to get get ready. لفظت هون short sound E A لأنه في وراها A وهي سبقت A. ready for a week and in the mountains. Mountains, it's a special word. Their cousins Jack and Jill had invited. أول إي. أول لفظة كانت إي للآي. تاني لفظة كانت آي. Invited them to spend the weekend at their mountain house. Sam was very excited, but Pat was not. I don't like winter. I don't like wearing thick clothes, he said. Jack, their cousin, had told them to put on warm clothes and to be ready to play outside in the snow.
Pat and Sam got ready. They both put on sweaters and pants that would keep them warm. فإذن أصدقائي خلصنا أول قسم من النص. قسمنا لكلمات. هجينا الكلمات مع بعض وتعلمنا لما يكون عندي two vowels شو بعمل؟ يلي بتسبق بالأول هي يلي بلفظها. خلينا هلأ نحضر الفيديو مع بعض. ركزوا منيح على الكلمات وركزوا منيح هني وعم يطلعوا من تحت. تجربوا تتهجون لحالكم. أنا برجع لكم بعد شوي. Winter Wonderland. Last Saturday, Pat and Sam woke up early to get ready for a weekend in the mountains. Their cousins, Jack and Jill, had invited them to spend the weekend at their mountain house. Sam was very excited, but Pat was not. I don't like winter. I don't like wearing thick clothes, he said. Jack, their cousin, had told them to put on warm clothes and to be ready to play outside in the snow. Pat and Sam got ready. They both put on sweaters and pants that would keep them warm. They didn't forget their thick socks and winter boots. Before they left the house, they both put on their winter coats. They each also had a scarf, mittens, earmuffs, and a pair of galoshes. The ride up to the mountains was nice, but long. When they arrived, they spent the whole day outside. They made a snowman and enjoyed their day together. إجا الوقت حتى نلعب مع بعض. جاهزين؟ أنا معي بإيدي كاردز. على الكاردز في كلمات وإنتوا بدكم تحذروا كل كلمة شو هي. أنا ما رح إلكن. بدي شوف إذا إنتوا فيكن تتهجون على السريع لأنه هودي أخدينهم من قبل. Open your eyes well. Are you ready? Off. Now. Mom. Mister, make, looked, little, just. كم كلمة عرفتي؟ مين عرف أكتر؟ يلي بيعرف كلمات أكتر بيكون عم بيتابعنا وعم ينتبه أكتر. دايما كل شي بناخده أيدو أصدقائي على الدفتر. ما
ما تنسوا تتابعونا على صفحة الفيسبوك www.facebook.com/madrasa37kids. أنا هلأ بودعكم، خلص وقتنا، شوفكم بالحلقة المقبلة، باي. Sweater. Socks. Boots. Coats. Before the beauty